احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الأخ طارق سويس شماساً إنجيلياً بوضع يد سيادة المطران خريستوفوروس خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الصعود الإلهي بخلدة. وخلال مراسم الصيامة توجه سيادته إلى الشماس الجديد الذي حمل اسم ثيودوروس فقال: من أراد أن يتبع المخلص يسوع المسيح عليه أن يحمل صليبه ويكون مخلصاً للخدمة المؤتمن عليها ويتممها بكل أمانة وورع. وعليك يا طارق أن تلبي النداء وتسير كجندي صالح للمسيح. بدوره أكد الشماس الجديد أنه سيكون على قدر المسؤولية وسيبذل كل جهده ليكون جندياً أميناً للمسيح. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والرهبان وذوي الشماس ومعارفه وأبناء الرعية. اليوم الكنيسة وهي تدعوك حتى تدخل لقدس الأقداس حتى تنال درجة الشموسية بتحملك مسؤولية كنسية روحية اللي هي مسؤولية الخدمة حتى تقدر في القريب إمتى ما الله يشاء أن تصبح كاهن حتى تخدم الرعية اللي راح ننتدبك لخدمتها. هاي الفترة فترة الشموسية هي حتى تتحضر لتورجيا، يعني عليك مسؤولية إنك تتحضر بالخدم الإلهية حتى تمارسها صح يا ابني. وهاي وساطي الثالثة إلك، إنك تهتم بممارسة الأسرار والخدم الكهنوتية كما يجب، كما حدد الآباء القديسين وحافظت عليه كنيستنا المقدسة طيلة 2000 سنة. انتبه يا ابني، كل شيء بنعمله في الخدم الليتورجية في القداس الإلهي وبكل الأسرار والخدم هو موضوع مش من بشر ولكن من الله نفسه بروحه القدوس. وهون مسؤوليتنا نحن نقدر نقوم بالخدم كما يجب حتى صدى فعالية هاي الخدم توصل لقلوب أبنائنا بنعمة الروح القدس، لأنه نحن ولا شيء ولكن الله يستعير يدي الكاهن فم الكاهن والكاهن حتى يتمم الخدم الإلهية. وهاي محبة أكبر وأكبر لإلنا نحن غير المستحقين.